وإلى العمل الإنساني الكويتي، حملة الكويت بجانبكم تواصل مسيرتها في مساعدة المحتاجين خلال شهر رمضان المبارك. وقامت هذه الحملة بتوزيع أطنان من المواد الغذائية على الأسر المتعففة في محافظة ذي قار جنوب العراق، وذلك بالتنسيق مع الجمعية الكويتية للإغاثة. في إطار تكثيف جهودها الإنسانية خلال شهر رمضان، قامت دولة الكويت وضمن فعاليات حملة الكويت بجانبكم بتوزيع أكثر من 15 طنا من المواد الغذائية المتنوعة على الأسر المتعففة وشريحة الأرامل والأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة في محافظة ذي قار جنوبي العراق. عملية التوزيع جرت بالتنسيق بين الجمعية الكويتية للإغاثة والشركاء المحليين. الآن احنا في محافظة ذي قار قام بالتوزيع 500 سلة غذائية على عوائل المتعففة والأرامل وذي احتياجات الخاصة. نشكر التعاون والمساندة دولة الكويت المستمرة مع مؤسسة بارزان الخيرية بدعم مساعداته على النازحين واللاجئين على مستوى العراق. انعكاس تلك المبادرة وجهود دولة الكويت الداعمة للعمل الإنساني كان موضع تثمين وإشادة من قبل المستفيدين من عملية التوزيع. طبعا اليوم نشكر الدولة الشقيقة الكويت لمساعدتهم لعوائلنا، طبعا بما أنه احنا دورنا أحد المعرفين لعوائلنا، اتصلوا بنا بعض الأخوة أنه يستلمون من مساعدات يستلمون مساعدات، فجينا احنا وعوائلنا لاستلام المساعدات. طبعا شكرا جزيلا لكل ابناء المدينه الشرفاء اللي ساهموا، وشكرا للدول المجاوره، وشكرا للاخوان والاخوات اللي ساهموا اليوم توزيع السله الغذائيه على عوائلنا. بدعم من الجانب الكويتي لدعم الفقراء والمعوزين في محافظات العراق وخصوصا في محافظه ذي قار قضاء الناصريه، نشكر الجهود التي ساعدت و تبنت هذا المشروع من أجل دعم العوائل المتعففة، وخصوصا اخترنا عوائل الأرامل والأيتام، وذلك لما يمر به البلد من ظرف صعب وخصوصا بعد جائحة كورونا. تواصل المبادرات الإنسانية التي تتبناها دولة الكويت في عدة أماكن من دول العالم وعلى مدى العقود الماضية تجسيد لتمسك القائمين على تلك المبادرات بالسير على خطى العمل الإنساني التي عرفت بها دولة الكويت. من محافظة ذي قار جنوب العراق عاصم الحمداني، تلفزيون دولة الكويت.